السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال هذا الفيديو بغيت نقول لكم شكرا وشكرا وشكرا على الثقة اللي درتوا فينا. الحمد لله بفضلكم وفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا ل 90,000 ابوني، قرب من 100,000 ابوني ان شاء الله، ومزيد من التفوق ان شاء الله في هذه القناة هذه. اذا بفضل الله سبحانه وتعالى قدينا من خلال هذه القناة اننا نقدم لكم واحد الدعم اللي عاونكم في الدراسة ديالكم، والحمد لله كانت ردود فعل من بعض المتابعين ديالنا ايجابية جدا. وغادي نقدم لكم من بين احسن الرسائل جوج ديال الرسالات اللي توصلت بها كتحفيز لكم وكتشجيع باش تستمروا في المتابعه ديالنا وتشوفوا النتيجه اللي كتقدر تعطيها القناه ديالنا للتلميذ اللي عنده صعوبه في فهم الرياضيات، كيفاش ممكن يولي يفهم الرياضيات بواحد طريقة رائعه. اذا الرساله الاولى من انس من مدينه الدار البيضاء، كيقول: استاذ صراحه انت انسان عظيم، والله صراحه ما نعرفش كيفاش نشكرك، بارك الله فيك خويا انس. انا اولى باك علوم اقتصاديه العام الفايت، كنت اداب ما مسوقينش للماط، معامل جوج ما يزيد ما ينقص، كنجيب ديك 5-6 وبخير. مي هذا العام درت علوم اقتصاديه، واللي الاغلبيه اللي كيديروها علمي في الماط معامل 4، وانا اللي جا فيه كنقراوها 4 السوايع في السيمانه، كندخل ما كنفهم حتى كلمه، ما ديتهاش فيه حتى واحد النهار، كنتفاجئ باللي جبت في الفرد الاول 5/20، تصدمت صراحه، درت ليا الحساب لقيت غادي طيح ليا المعدل بزاف، القسم كامل كيضحك عليا حيت الاغلبيه جايين من العلوم لدرجه انهم لقبوني بصفر في الماط. المهم بقى فيا الحال، وانا نقول خاصني نبدا نرجع، جيت نحاول نقرا الدروس ديال هذا العام، كنلقى راسي خاص تكون عندي لاباز ديال الماط، اي عمليه كتحتاج تكون كتعرف تحسب، وانا الماط كنت كنعرف فيه غير نحسب الاعداد الصحيحه، كيضحك التلميذ ديال السابعه احسن مني والله العظيم ما كنت. المهم قررت نبدا نقرا من الانترنت، بديت من الدروس ديال السابعه الاولى على الاعدادي، الحساب فيه والاسئله غير ذلك، كنعرف واش الحرف زائد والناقص، المهم ما فهمتش هذه الكلمه هذه، كنت كنشد من هذا الفيديو شويه وهذا الموقع شويه، مي داك الشيء ما كافيش حتى طحت في الموقع ديالك، والحمد لله طحت عليه تقريبا ضربت شي 4 شهور وانا مضارب مع الماط مع الدروس ديالك، ديما منين نجي من المدرسه وانا معاه ما كان عسى 3 الليل. المهم كملت الدروس ديال الاعدادي واللي تعطلت فيهم شويه حيت هما لاباز، ودخلت الجدع المشترك قريته بحال الى علمي بحال الى انا علمي. المهم دخلت الاولى باك وصلتهم ودوزت الفرد الاول في الدوره الاولى، جا الاستاذ كيقرا النقاط والحمد لله بفضل الله ثم فضلك جبت 16/20 المرتبه الثالثه في القسم، كلشي تصدم حتى من الاستاذ، حسيت براسي درت انجاز صراحه من داك الادب يمكن في الرياضيات ومو الاقل نقطه في القسم الى واحد من المتفوقين، والحمد لله لولاك انت ما وصلت لهذا المستوى. قدما الادبي اللي ضعيف في المات هو قال مكلخ، ولكن نقول غير ضعيف، ومو الاقل نقطه في القسم لواحد متفوق الى واحد متفوق لولاك انت ما وصلت لهذا المستوى هذا الى غير ذلك. الوغ انا كنشوف ان التلميذ، شنو قلت له انا؟ اهلا اخي الغالي، في الحقيقه مثل هذه الرسائل تفرحني وتجعلني اجدد طاقتي واعمل بجد اكثر من اجل مساعدتكم، فمثل هذه الرسائل انا مستمر بهذه الرسائل انا مستمر. انا بالاضافه الى هذه الجمله اللي جاوبته نقول لكم بانما راه انت السبب في التفوق ديالك، حيت انت قلبت، حنا درنا السبب وفرنا لك المحتوى ولكن انت قلبت، اذا انت كنت من بين الاسباب الرئيسيه في النجاح ديالك والتفوق ديالك. الرساله الثانيه خديجه الامل، احسن حاجه كتعجبني في الموقع هو عمري احتاجيت نحفظ شي قاعده، كتبين لنا ان الرياضيات شي حاجه لوجيك ماشي تحفظ القواعد باتمو، وفضلو حصلت على 18/20 في الامتحان الوطني بلا ما نحتاج ندوز ساعه اضافيه. هذه نقطه مهمه وهذا الاساس علاش بنينا موقع رياضيات المستويات، هو انك ما تحتاج تدوز ساعه اضافيه. الرساله الثالثه واللي فرحتني بزاف هي ديال الاخ بيدرو، اتصل بيا بالهاتف وقال لي هذا الشيء، هذا كيحلف وكي يعني اكد ويعاود ياكد ويعاود يتصل بيا ويقول لي بانما كنت كنجيب صفر في الرياضيات في الجامعه المشترك العلمي، وكياكد على انه كيجيب صفر والحمد لله ولا كيجيب 20/20، هذا بفضل المجهود ديالو، وحنا الحمد لله دارنا الله سبحانه وتعالى سبب، غير دارنا الله سبحانه وتعالى سبب، اما الاساس هو انت تكون باغي تقرا وانت تكون باغي توصل. اذا نتمنى انتم ديروا بحال الاخوه هادو وتستمروا في المتابعه ديالنا وتحاولوا تبارطاجيو القناه والفيديوهات ديالنا مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده، وتهلاو في راسكم، ونتمنى ان شاء الله ربي يوفقكم ويخليكم فرحانين وتفرحوا والديكم. اذا نتمنى لكم التوفيق، واي ملاحظه واي تعليق واي انتظار لكم من القناه واي حاجه كتطلبوها من القناه ومازال ما موفراش كتبوها لنا في التعليق، ان شاء الله الا كان في طاقتنا غادي نوفرها لكم، والى اللقاء.